طبعا هنا منصور حامد خشي من زملائنا يوم ايام الشكاوى في المدرسه. كان شعره مسبسب كذا طويل وما يرضى يقصه. يسعدك يا رب. طبعا انا امزح ترى هو كان عاقل مره. خذ راحتك. حبيب قلبي ان شاء الله. من حاره لحاره من برحه لبرحه. ما في بيت ما دخلت. سليمانيه كلها. وعلى السقيبه حقت عبد الحامد. المطبخ أخو الخشي نعم جنب جنب السقيفة المطبخ اي اول شيء كمان اللي بالحراج لا الحراج اي الحراج الخردة حراج الزل 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 اللي الزل اللي عند عمارة النيابة ايه عند الهاتف عند الهاتف ها آه ابعد اللي شوية هذاك مو اللي عند لا اللي هنا عند مطعم مشعل ايه هو حراج الخردة هو حراج الخردة القديم اول كان هنا في الاول صابر صلاح بنبيلة صابر فارس تبع هذول انا مركز على هذا عشان ما حضر اول ما حضرت اللقاء الاول وسعدنا اننا ايش انك حضرت اللقاء هذا ربنا يسعدك يا رب وجنبه عاد رفيق الصبا سامي محمد مجيدك الله يعطيك العافية